السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكون أحوالكم طيبة وبألف خير. قصتنا اليوم من القصص الواقعية في بلادنا اللي كتحمل بين طياتها بزاف ديال الحكم والعبر وكتعالج مواضيع كثيرة في موضوع واحد. القصة وقعت في البادية في النواحي ديال مدينة سطات. زواج تقليدي كيف ما جرت العادة في البوادي، أسرة خطبوا لولدهم اللي كبير في السن بنت باقة صغيرة قاصر، من بيت الوالدين إلى بيت الزوجية كل ما كيحمل من مسؤوليات كتلاح على عاتق الزوجة بدون نظر إلى العمر ديالها. المهم تزوجات صافي ولا تمرة، وخاصها تكون قادة بدارها وولادها وحمل البيت كيف ما بغى يكون. وراكم عارفين البادية في ذاك الوقت ما كان لا ما لا ضو، يعني كيضويو بالشمع وكيسقيو من البير اللي كيكون على مسافة بعيدة من الدار. أما إلا كان الجفاف فكيمشيو المسافات أبعد باش يقلبو على قطرة الماء. هاد البنت اسمها نعيمة. نعيمة كانت عايشة ماشي غير مع رجلها بوحدو، إنما كتعيش مع والديه وخوتو في نفس المكان، وما كانش كيهم الراجل فاش خدام بحال في زماننا هذا، انما مادام عايش مع والديه صافي من حقه يتزوج اللي كلاوها تاكلها معاهم. وهذا فيه انتقاص للمرأة ولقيمتها لانها كتعتبر اقل من خادمة. على الاقل الخادمة كتخلص وكتاخد اجر على خدمتها، اما الزوجة فهي بحال العبد اللي كيتخلص بكرشه. وياويلها تهدر كل شي كيتحكم فيها، والدين الزوج خوته وعائلته، وبلا ما نهضروا على انها ما عندهاش الحق تزور والديها الا مرة في العام، وكأننا رجعنا لعهد الجاهلية. ايوا نعيمة ولدت ثلاثة الولاد وبنت، وكانت هزة في قلبها سنين ديال العذاب النفسي مع الزوج وعائلته. حقد كبير كيكبر نهار على نهار حتى كيولي قد قد جبل، حقد اللي كيتسنى نهار شي تفرغ، واكيد الضغط كيولد الانفجار. مات اب الزوج، خوتو تزوجو، امو كبرات، وهنا نعيمة بدات كتحرر من داك العبوديه اللي عاشتها سنين، وبداو الخلافات بينها وبين رجلها. ما هي صحيحه زائد فرق السن اللي بينها وبين الراجل بدات كتعامل معاه بالعنف، العنف في الهضرة يوميا. حتى غيجي واحد النهار وقالت ليه بيع حقك ويلا نهبطوا للمدينة وخوتي غيعاونوني ونعيشوا ولادنا تما. الزوج رفض الرفض التام نظرا لانه متعلق بالارض، ولو انها يالله يالله ولات كفاو مع الماكلة، خصوصا في ايام الجفاف اللي كتصيب هذيك المنطقه وكتولي بحال الصحراء قاحله الطير ما يعشش فيها. كثر الصداع بين نعيمة ورجلها حتى النهار الموعود اللي غتحدث فيه الكارثه تزيدوا في الكلام. ونعيمة هزت حجره ضربته للراس وقلبت عليه القعده اللي كيصبنوا فيها في الباديه، كتكون من الحديد، كانوا ملي كيدبحوا شي دجاجه كيقلبوا عليها القاعده باش ما تركلش، وهكذا كدارت ليه في لحظه الغضب. ومو الامانه ادى امانته. كان ولدها الكبير معاها اللي في عمره هذاك الوقت 9 سنين، باقي طفل ما عارف والو، ولكن عاونها في هذه المهمه وهو ما فاهم اش واقع. جلست وشدت راسها كتشوف الجثه اللي قدامها كتقول اناري اشنو درت، دارت بها الدنيا ما عرفت اشنو تدير واشنو تقدم واشنو توخر. الحقد عماها حتى تعمت لها البصيرة، وما عرفت اشنو جرالها حتى فقدت اعصابها. داكشي اللي كانت سنين جامعه في قلبها وما قدرتش تعبر عليه ولا تدافع على راسها خرجته مره واحده وصفتها على رجلها. بغات تحفر ليه وتدفنه وتضرب الطم وتحت ما يسقل ليها الخبار، ولكن فكرات
أن ولدها باقي صغير ويقدر يهضر ويفضحها قدام الدوار، والروح عند الله عزيزة. ليلة كاملة على قدها وهي تشوف الجثة ديال رجلها بحال المصدومة، والسنت ديال حياتها كلها دازت قدامها من نهار تزوجات حتى اليوم الموعود. تذكرت كل صغيرة وكبيرة دازت في حياتها، تذكرت الظلم اللي تمارس عليها والحقرة اللي تحقرات والعبودية اللي عيشوها ليها وهي بقى طفلة قاصر. تذكرت أنها بحليلة تخطفات من دار والديها وحنانهم وتفطمات من عطفهم وهي بقى مشبعت منهم. ها علاش زواج القصيرات خيب وعواقبه وخيمة. الأفلام والمسلسلات كتبين لبنات واقع خيالي، كتبين ليهم أنها ملي غتزوج غتولي هي الآمرة الناهية في دارها ودير اللي بغات وتسافر فين بغات. كلام الحب كامل عينين، ولكن الواقع حاجة أخرى. ونصيحة لأي أب، ملي كتعطي الحنان الكافي لبنتك وتغزل فيها، أيه خصك تغزل بها وتعطيها انت كلام الحب. والله عمر شي ولد المرة إلا قدر يتفلى عليها أو يضحك عليها أو يدي ليها شرفها. البنت اللي كيضحكوا عليها هي اللي كتكون سمعت في دار والديها غير الغوات والصداع والسلطة الذكورية، والنهار اللي كتسمع كلام معسول من شخص غريب كتحرك لها المشاعر، كتولي أسيرة الحب وكتعطيه نفسها بكل سهولة. والبنات راهم أمانة في عنقكم، ماشي تخلصوا منهم أمام أي واحد جا دق الباب وكأنها حمل ثقيل عليكم. بنتكم كبدتكم ما تحطوها إلا في المكان اللي غيعززها ويرفع قيمتها، والراجل اللي يخليها أميرة في بيتها، الراجل اللي بدراعه يحميها من أي شيء في الوجود. نعيمة طلع عليها الصباح وهي مازال حدا الجثة ديال رجلها، لا نعس شافته ولا قلب ارتاح. ناضت من بلاصتها وخرجت للدوار، وجهها مخطوف من الدم وعينيها فيها الدهور، ولقات عيالة الدوار مجموعين كينقيو الزرع. قالت لهم ارسلوا شي حد للدارك الملكي يجي، راني صفيت على راجلي. وطاحت في الارض ما قدرتش توقف على رجليها. بدا الغوات في الدوار وكل شي كيتجارى، كاين اللي مشى يعيط للدارك الملكي وكاين اللي مشى يشوف المرحوم. اما عيالة الدوار تخلعوا منها وهربوا، خافوا لا تصفيها لهم حتى هما وتمشي على عينيهم ضبابة. جاو الدارك الملكي شدوها ومشاو يعينوا مكان الجريمة وصوروا كل شي وداوها للحبس. نضوا عائلتها وكلوا لها محامي وخدوا بعين الاعتبار ظروفها الاجتماعية، وقنعهم المحامي أنها كانت في حالة دفاع على نفسها. المهم تحكمت عليها بخمس سنين حبس نافذة. جاو خوتها خداو بنتها وداوها سكنوها معاهم في المدينة، وولادها الدراري بقوا في العروبية بوحدهم، وبقى الولد الكبير حاضن عليهم هو في عمره 9 سنين. جار خوته حداه قيدهم في المدرسة، وكان هو كيطيب لهم ويراعيهم بوحده، وكانوا أهل الدوار كيهربوا منه ومن طريقه مسمين عليه قاتل بوه. ما حنوا في ذاك الأطفال ولا عاونوهم ولا مدوا لهم يد المساعدة، قلوب مصنوعة من الحجر، لا رحمة لا شفقة. كبر الولد وهو يتلوط من حرفة لحرفة، وهو مراعي خوته ورد لهم البال لا يتبلاو أو يتعلموا شي حاجة خيبة. من بعد 5 سنوات ديال الحبس المرأة خرجت ومشات عند خوتها جلست عندهم، ما قدراتش ترجع لولادها ولا لذاك الدوار، وبقاو هما بوحدهم وهي بوحدها ما بنتها وخوتها. ملي وصل الولد لسن 19 عام واكتملت رجولته، خصوصا ان الزمان رباه، قرر يتزوج
ويجيب مره تهز معاه الحمل ديال الدار، على الاقل طيب وتشقى. بدا يدور على الدوار دار بدار، تحد مقبل كل شي كيعيط لي غير قتل بوه، الا واحد الدار اللي قبلوا ليه يعطيوه بنتهم المختلة عقليا، بغاو يتفقوا منها وعطاوها ليه رمانة مغمضة. الجنازة حاضرة والعقل غايب، وعلى هالبنت بغات تجلس؟ غير قالوا ليها جاو فيك الخطاب كل نهار تسولهم امتى غنمشي عنده. دابا تصب الشتا والتقاشط ديال المعروضين يعمروا بالغيس، يا نتوما نوضوا ديوني ليه، نوضت فيهم الحراقية وهما غير كيوصيوها لا تفضحهم، كيقولوا لها غير سكتي وما تكلميش لي رجعك لينا. داروا ليها العرس، وليله العرس دارت لهم الفضيحه، كتقول العريس تسربي خلاص الناس راه باغيين يشوفوا السروال، ما غيحيق بالقالب حتى يتفرقوا الناس وتبدا العيشه معاها. ما تعرفت عجن ولا طيب، المراه اللي جابها عوين ليه كانت تحمل زايد على ظهره، وبدات ترسب ليه الولاد واحد مور واحد. وراكم عارفين الباديه ما يديروا فاني دمان الحمل غير غادين صايقين بلا فرانات. الولاد خرجوا كلهم شابهين امهم في التخلف العقلي، اللهم عافينا، ولكن ما لقى ما يدير، وبقيت تعافر من خدمه لخدمه حتى شد الحرفه مزيان ديال البناء، ولاو الناس كيتخاطفوا عليه ودار لاباس. وهنا بداو كاع هادوك اللي خطب من عندهم يتنادم معاهم الحال، علاش ما زوجوش لبناتهم. السيد امه اللي ارتكبت الجريمه وكل شات كتعلق من قراها، واللي دار الذنب يستاهل العقوبه، امه اللي قتلات ورا خدات جزائها، اما الولد راه كان غير طفل ما عارف والو. خاصنا ما نبقاوش نحكموا على الناس ونصدروا عليهم احكام غير من راسنا، وحنا ما عارفين ظروف كل واحد، واكيد تحد ما غيبغي شي نهار يكون مجرم او يدخل الحبس. طلبوا الله السلامه، ما حدنا في هاد الدنيا ما عارفين غدا اش حامل مع علينا. الله يكتب علينا وعليكم ما كاتب الخير، والهلا يورينا شي حاجه خايبه في الناس اللي عزاز علينا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.